انا لو ما عندي الفورمولا تبعت الكوفيشنت تبعت الفوريير سيريز كان استعمل بلوك موجود في السيم باور سيستمز اسمه ماجنيتيود اسمه فوريير، وهذا بعطيني الماجنيتيود والانجل. لازم احكي له شو الفاندمنتال فريكونسي، ما راح يطلعها هو اوتوماتيكلي من السيجنال. فبدخل السيجنال هون، شو السيجنال لازم تكون فولتج ولا كرنت؟ ايش السيجنال لازم تكون؟ هي سيجنال ريجل. هي سيجنال، اي سيجنال ارسمها شو ما بدك اياها، ارسم السيجنال بغض النظر الفيزيكال سيجنيفيكانس تبعها، هي سيجنال. والسيجنال بقدر اطلع لها الكومبوننتس تبعتها، ممكن تكون عاده فولتج وكرنت في احنا شغلنا، بس ممكن تكون اي شيء ثاني في مكان ثاني. يعني ممكن تكون مثلا ميكانيكال سيستم وفي له هارمونكس، ميكانيكال سيستم الفورس او الديسبيسمنت. اذا عندي بعطيه ال 50 وبعطيه واحد، هلا بيطلع لي اشيين، ايش هم الاشيين اللي بيطلعهم؟ لازم ما بصير نهمل الانجل، فاحنا بنقول هاي السيجنال او هذا الهارمونيك كومبوننت بالنسبه للسيجنال الاصليه في له كمان زاويه، وهو ليدنج الزاويه الاصليه او لا، هو بيطلع له زاويه لانه ممكن يطلع له كوساين تيرم وساين تيرم لكل واحد، مظبوط؟ الحاله الخاصه انه يكون الكوساين زيرو او الساين زيرو لهذا الهو. ممكن يطلع له زاويه، والزاويه بتطلع هون بالانجلز. وعلى فكره هون الماجنتيود بيطلع بالبيك مش بالار ام اس، ولذلك اذا بدي احوله على ار ام اس شو بعمل؟ بقسمه على. طب كيف هون قسمته على جذر الاثنين؟ بس ليش قسمت على جذر الاثنين؟ مش كنت احكي لهم ما تقسموش على جذر الاثنين؟ هون كيف قسمت على جذر الاثنين؟ هاي اللي طلعت ساينوسويدال. اوكي؟ هاي السيجنال اللي هون سكوير ويف. الار ام اس تبعها مساوي للبيك تبعها لانها سكوير ويف. هاي السيجنال اللي بتطلع من هون ساينوسويدال، وايش الهارمونيك تبعها؟ هاي الاولى اللي هي الفريكونسي تبعت هاي شو لازم تكون؟ نفس الفريكونسي تبعت هاي. طب والفريكونسي تبعت هاي اللي هي مضروبه باثنين شو بتكون الفريكونسي هون؟ توايس ذا فريكونسي، ثلاث اضعاف الفريكونسي، اربع اضعاف الفريكونسي. بس هذول كلهم اللي بيطلعوا هم عباره عن كوفيشنتس لساينوسويد. بطلع الار ام اس تبعهم بقسم على جذر الاثنين وبتطلع معي الزاويه. فقسمت انا هون جذر الاثنين عشان يطلع معي هون الار ام اس، وهون بتعطيني الزاوية. هلا إذا شغلنا مظبوط هذه هون عبارة عن سكوير ويف، هلا أنا اضطريت بس أضرب في ناقص واحد لأنه هو بيبدأ بالنيجاتيف سايد، فكأنه ضاربها في ماينس، بس هي حتى أعدل أطلع السيجنال الصحيح اللي بدي إياها. هيها ام 100 100 فولت 100 أمبير اللي بدك إياه، 100 متر، وهاي الفريكونسي 50 هرتز تبعتها، وعماله بعطيني سكوير ويف. بدي احلل السكوير ويف اللي طلعنا عليها قبل شوي، بدي احللها بالسيميلينج واطلع الكوفيشنت تبعتها. في طريقه اسهل بكثير موجوده في الماء في السيميلينج، بس انا راح اخذ هاي الطريقه لانها مور جرافيكال وبتشوفوا بالضبط شو عم بيصير بكل خطوه. هون بيطلع معي شكل السيجنال اللي بدي احللها، وهون بيطلع معي كل الكوفيشنت تبعون الفيرست والسكند والثيرد. انا عارف انه في شيء سكند، بس حتى اثبت لنفسي شو عملت هون؟ حطيت السكند، مش هيك؟ ليش قلنا في شيء سكند كان هناك؟ لانه شو كانت الويف فورم؟ كان عندي هاف ويف سيمتري، مش هيك؟ هاف ويف سيمتري، كنا نعمل شيفت ونضرب في ماينس يطلع معي نفس الويف فورم. وانا مشيت من هون لحد اظن ال 15 16 هارموني. هذا بنسميه الفاندمنتال اللي له نفس الفريكونسي تبعت السيجنال الاصليه. اذا بنعمل ران من هون هي لاحظوا ال 90، شو هي ال 90؟ مش طلع معي 127؟ البيك، وقسمنا ال 127 على جذر الاثنين. الزاوية ايش؟ عمليا زيرو. شو يعني؟ معناها انه الفيرست هارمونيك الفاندمنتال اللي بيطلع معي الامبليتيود تبعه 90 في جذر الاثنين، الار ام اس تبعه 90 فولت او كرنت، والزاوية تبعته هو ان فيز مع السيجنال الاصلية اللي طالعة من هون. طيب هذا طلعوا فيه زاوية، بس قبل ما اطلع الزاوية ايش لازم اطلع هون؟ 9 تايمز 10 تو ذا ماينس 14، اذا هذا غير موجود عمليا، مظبوط؟ ايش هو هذا؟ اي هارمونيك؟ السكند. الثيرد في 30، والزاويه كمان تقريبا زيرو. 30 على فكره ثلث 90، which makes sense. وهي لازم تكون 95، مش هيك؟ 1 على 5، 1 على 3، 1 على 5، 1 على 7، 1 على 9، وبنكمل بنفس الطريقه من هون. بتطلعوا هلا بتشوفوا انه كل الايفن هارمونيكس الامبليتيود تبعهم زيرو، كل الاود. هي 90 على 5 بتعطيني 18، والزاويه زيرو، الفورث زيرو، فكله بتطابق مع اللي حكيناه من هناك. بس ننتبه على شغله، هي عندي هون الانجل 72 ما لها اي معنى، لانه هذا 10 تو ذا ماينس 14، وهذا عباره عن 90 على 7 اظن، 90 على 7 بعطيني
ماش وهكذا. طبعا بتلاحظوا انه هذا بتناسب مع الهارمونيك اوردر، فالماجنتيود هون بتناسب مع الهارمونيك اوردر، فهون صار لي 90 على 15 ب 6 وهكذا بصير طبعا اصغر، وهدول بقدر استعملهم حتى اعمل ريكونستراكشن للسيجنال الاصلي، نطلع على شكل السيجنال نتاكد انه السيجنال صحيحه اللي احنا دخلناها من هون عملناها سيميليشن على الاوسيلوسكوب. هاي السيجنال انا ضربتها في ماينس لانه كان بالاول يطلع معي نيجاتيف، فهي ضربناها في ماينس، هاي السيجنال اخذنا زائد 100 ناقص 100، الار ام اس تبع هاي 100 فولت او امبير او وات ايفر اليونتس اللي عم نستعملها من هون، والفريكونسي تبعتها كانت 50 هرتز اظن، هي البيريد هون 20 ملي سكندز. فهي طريقه ثانيه السيميلينج، طبعا في طريقه احسن من هاي الطريقه.